قفزات عملاقة وغير مسبوقة شهدتها المرأة المصرية بعد 30 من يونيو، فما بين استحقاقات وتمكين ورعاية استطاعت القيادة السياسية أن تعود بالمرأة لمكانتها الطبيعية كجزء فاعل وعماد من أعمدة التنمية في الجمهورية الجديدة. وعلى مدار عقد كامل أثبتت المرأة المصرية أن دورها القيادي هو أهم محور يرتكز عليه الوطن في وقت المحن والأزمات، ورهان فازت به فاستعادت بفضله وبفضل وعي القيادة السياسية حقوقها الكاملة. بأحرف من نور سطرت ثورة 30 من يونيو ما فعلته بالمرأة المصرية من واقع أفضل ومستقبل أكثر إشراقا. فالثورة استطاعت تغيير حال المرأة المصرية وتمكينها واسترداد حقوقها بشكل كامل. فمنذ 30 من يونيو 2013 حققت المرأة مكتسبات قوية ونجاحات متتالية والتقدم بخطى واثقة في مسيرة تنمية الدولة بفضل وجود إرادة سياسية قوية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني، خاصة وأن تمكينها من الوصول إلى المواقع القيادية وصنع القرار في مصر ليس مجرد مسألة عدالة أو مساواة، بل هو محفز أساسي للتنمية المستدامة. فثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدرات المرأة المصرية على التعاون والابتكار والرعاية تجسدت في تمكينها سياسياً وتعزيز دورها القيادي، حيث تلعب القيادات النسائية دوراً محورياً في توجيه الجهود العالمية نحو مستقبل مزدهر اقتصادياً وبيئياً. لتمكين المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتميز ضدها، عملت مصر على إصدار العديد من التشريعات الوطنية، وبفضل الإرادة السياسية تم صهر الأبواب الحديدية في مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق، منها مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي ومنصب المحافظ ورئيس المحكمة الاقتصادية ونائبة لمحافظ البنك المركزي ورئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووكيل لرئيس مجلس الشيوخ، وبعد 72 عاما من النضال. وفي خطوة تاريخية تمت الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة 11 سنة مرت على ثورة 30 من يونيو. سيظل التاريخ يشهد للمرأة المصرية بأنها كانت في صدارة صفوفها، وجميع الاستحقاقات التالية لها ورهانها هو الفائز بوعيها وبحسها الفطري الوطني وإعلاء كلمتها وإرادتها. أنا فرحانة إن حضرتك معانا دايما، معانا على طول إن شاء الله، دايما كلنا مع بعض على طول. أنا بحلم إن كل الوثائق الرسمية يكون مكتوب عليها بطريقة برايل الملموسة. إحنا هنعمله فوراً يا مال. شكراً يا كونتريس. أنت مبسوط أنت قاعد معانا؟ أسعد يوم، اليوم اللي بشوفكم فيه. إحنا محميين بالله وبدول، وربنا بينزل على قلبي البهجة والسعادة والسرور والرضا.